المجموعات، وكنستقبلوا مجموعة جاتنا من شرق المغرب بالضبط منطقة بركان اللي كنوجه لهم تحية، ومعنا أحد فرسان فن الرقادة. رحبوا معايا بحسن البركاني، مرحبا بك. حسن، يعني انت مقيم في فرنسا وكتلقى ما شاء الله نجاح كبير، يعني حفلات في اوروبا، في بالضبط في بلجيكا، في هولندا، وفرنسا ايضا والمانيا، فتكلم لي على شنو الجديد اللي انت كتشتغل عليه الان، او لا شنو هي الاشياء اللي حاولتي انك تجددها باش ما يشعرش المشاهد او المتلقي بالملل. والجديد هو ديما حاضر، وان شاء الله غادي تسمعوا الجديد. يعني كل عام عندي البوم جديد فيه متنوع، يعني فيه الاغنيه اغنيه الرقاده، واغنيه الشعبيه، واغنيه الراي. يعني كتحاول انك تنوع في الاختيارات، الوان كتكون مختلفه في البوم واحد. طبعا فغادي نكتشفوا جديدك في هذه السهره ان شاء الله. دكتور الحبيب، غادي نتكلموا الان يعني على العامل الجغرافي في توجه الغناء الشعبي من حيث الشكل. نعم، سبقا اشرت في بدايه بان المغرب بحكم خصوصيته الجغرافيه وخصوصيته الثقافيه، هذا ساهم في خلق نوع من التنويع التعبيري الشعبي بكل ارجاء المنطقه المغربيه بشكل عام. فحينما نتامل مثلا في الركاده نربطه مباشره بالمنطقه الشرقيه، حينما نستحضر المنطقه الشماليه نستحضر ايضا الطقطقه الجبليه، حينما نستحضر المنطقة الجنوبية نستحضر الغناء السوسي، حينما نذهب إلى المنطقة الصحراوية المغربية نستحضر الغناء الحساني، حينما نتغلغل في المنطقة الوسطى أيضا نستحضر أنماط بدوية أصيلة مثل فنون أو فرجة عبيدة الرما، فن العيطة إلى غير ذلك. كل هذا يؤكد لنا بأن التنوع الجغرافي له قيمته الأساسية. وحينما أقول التنوع الجغرافي أقول التنوع الجغرافي بمفهومه الاجتماعي، بمفهومه الثقافي، بمفهومه الاقتصادي، بمفهومه النفسي، وهذا انعكس بشكل ايجابي على هذه الطقوس الشعبيه، سواء على مستوى الاغاني وعلى مستوى بعض التقاليد والعادات وعلى مستوى حتى طقوس الاعراس بهذه المناطق الجغرافيه الى غير ذلك. فغادي نشوفوا هذا يعني التاثر الجغرافي على الغناء الشعبي في تجربه الفنان حسن البركاني اللي غادي يقدم لنا فن الرقاده. فن الرقاده والاغنيه راي شعبي ديو مع الفنانه ريما. طبعا اذا غادي نمشيو مشاهدينا ونبقاو مع حسن البركاني والمجموعه ثم نواصل. Rendez-vous, c'est où dans le cadre.
Rendez-vous.